ان الكاميرا مش من مصلحتها يحصل اي حاجه من شانها ان تعكر صفو هذه البطوله اللي هم ما صدقوا حصلوا على شرف تنظيمها بعد 4 سنين من الانتظار. صحيح. زي ما حضرتك تتذكر في 2019 ما كانوش جاهزين ومصر نالت هذا الشرف. والمره دي الحقيقه احنا بنامل فيه ان هو يعني المره دي بقى نرجع بكاس البطوله من هنا. دايما بهزر حتى مع اصدقائنا في الكاميرون وبيقولوا لي ان احنا تحت امر المنتخب ولو محتاجين اي حاجه اقول لهم لا، هم الحقيقه بلغوني طلبهم الوحيد ان انتوا تلمعوا بكاس كويس عشان ناخدها نتلمعوا احنا نطلع. يا فندم مشجع كوره والله حضرتك مشجع كوره كبير كمان، الحاجات دي بتاعتنا انا عارفها. عظيم جدا. بس فهم الحقيقه يعني يعني الجو ودي جدا، وفي حب لمصر وحب المنتخب المصري وحب للجماهير المصريه. جالك يا فندم ميراث اللي هو مبني على مدار سنين وسنين. عظيم. مع الدول الافريقيه جميعا. عظيم.